هذا الشعب العظيم اللي انت تتخيله، شعب يقبل الشر والميزيريا ويرفض الانصياع. كون راجل مش تحكم، هذا هو الشعار اليوم. به اليوم ثم تكالب كما قلت لكم على المال العام، حكاية متاع 750 مليار تعويض لهؤلاء الذين دخلوا في تناقض مع بن علي، وكنا احنا الضحايا متاع التناقض هذا. ما كانوش يدافعوا على تونس وما كانوش يحبوا يحقوا حاجة لتونس، بدليل أن لما قام الحوض المنجمي كانوا ضده، ولما قامت الثورة كانوا ضدها، والتسجيلات موجودة. هم قائمين لأنفسهم لأنهم الفئة الناجية اللي يمتلكون الحقيقة وأبواب الجنة ومفاتيحها، واللي يحبوا يدخلوه للجنة واللي يحبوا يخرجوه واللي يحبوا يخلوه مسلم واللي يحبوا يكفروه. لا مازال يبطى شوية، احنا رانا التوانسة ما تسمعوش بهم، لأن ثقافتكم ضحلة وعقائدكم أشد ضحالة. احنا رانا قرطاج واحنا حضارة قفصية 14,000 سنة، 14,000، ها مش حضارة بابل ولا الفراعنة، لا لا قبلهم دوبل 14 وزيادة، 14,000 سنة حضارة. امشوا الرماديات سيدي منصور واسلوا، يعني ثم دراسات عملوها الفرنسيس وعملوها الامريكان وعملوها التوانسة، زاد حتى التوانسة عملوا دراسات على اثار الحضارة القفصية العتيدة. نظام الدولة، أسس الدولة لم تخرج من تونس ولم تنقطع منذ 14,000 سنة إلى اليوم. جايين أنت باش تهدوا الدولة التونسية؟ نزلت البرق. مال البشير بن زدير أشخل والدغباج وساسي الأسود وعلي بن غذاه وناء، اش باش نخلوا الأولاد؟ خلوا لهم العار؟ نزلت البرق. استناوا شوي برق، مش مشكل، الحكاية ماهيش باش طابطة ياسر. الصيف تو يتعدى، ناس مصيفة وكذا وفارحين بالامتحانات ونتائجها وفارحين بالمصايف، وطبعا شعبها في ثم حراك يصير يعني، ودورة سنوية نمر بها، وستعلمنا الأيام كلنا أطراف كلها، احنا وانتم ستعلمنا الأيام. تكالب على المال العام، باش نقول لكم فيما يخص كلمة واحدة، لو فرنك واحد يخرج من الخزينة فيه نهايته. سندعو إلى التمرد، وسندعو إلى النزول إلى الشوارع صباحا ليلا مساء في كل وقت، والاعتصام في كل شوارع الخضر. هذا رزقنا ورزق أولادنا. لو كلب يفكر أنه يمس منه قرش واحد ربع مليم سيكون في ذلك نهايته. هذا رزقنا ورزق أولادنا، حتى حد ما يمسه. ما عندكمش حق تلمسوا أي مليم من رزق التوانسة، ما خدمتوش عليه، كنتوا راكدين في الحبوسات وحتى حد ما قال لكم ادخلوا. احنا ما طالبناكمش باش تدافعوا علينا، ولا قلنا لكم ادخلوا في التناقض مع بن علي، وشنو برنامجكم الساعه وقت دخلتوا انتم في التناقض مع بن علي؟ ما كنتوش مختلفين معاه، ما كان يقول هذا فتح مبين وناب علينا ربي به، انا ربي ناب عليه كيف يعني؟ فهمونا فاش كنتوا تعمل، ليش تاخذ تعويض؟ ما قلنا التعويض ما ثماش، رسول الله ما عوضش المهاجرين والانصار، لا عوض المهاجرين اللي خلوا ديارهم بناتهم من سهل في مكه، باعوهم عبيد وديارهم ملكوهم ملك، ما عوضهمش. ليش؟ عندك قضية تحملها، انت واضح انك ما تحملش قضية، وقضيتك في كرشك وما تحت الكرش. انت من ناس جايين باش تاكلوا، جايين باش تسرقوا، والحكاية بدأت من المشاريع، انا تحدثت عليها سابقا، المشاريع الخرافية هذه، مشاريع متاع الاف المليارات، مصنع سيارات، معناها وقت اللي افلست امريكا في صناعة السيارات، باش الجماعة هذوما هالحزيب هذايا متاع الإفلاس باش يعمل مصنع سيارات، وأشخاص ما نعرفهمش خلاص حتى في مجال الأعمال وفي مجال التعامل المالي والكينونة المالية في تونس، ما كانوش موجودين وما نعرفهمش، الناس ما عندهمش لا معارف لو حطوهم هكا بالباراشي باش يعطوه 300 مليار، الآخر ما عارفش قداش، من مليون أورو باش يعمل قناة، والآخر يعني يتقاسموا فيها، يصيرش تقاسموا، لكن احنا باش نهيجوا عليكم الناس اصحاب الحق، سكان البلاد اللي جملوها هالفلوس هذه بعرقهم وصبروا على الاذى وعلى الالم، ويقول كي مش ندفع الضرائب ويخدم بربع القيمه ويلبس القطعه 4 سنين ما يبدلهاش وصابر مسكين، ويشوف الدنيا قدامه كيفاش عايش، ويشوف العالم كيفاش عايش، وحتى التنهيدة ما يتنهدش، قلت ايش ني مشكلة يعني عادي، او دنجري ما يسد يعني، لابس دنجري وش لك، هذا اللبس الرسمي نتاع تونس، تجي انت تهز له فلوسه، قال شنو دخلت عنك ما خرجت منه، واكم باش ترجعوا له، او باش ترجعوا الحبس اذا كان الشعب التونسي ما دخلكمش الحبس،
تفوا على وجهي ولا بولوا على قبري، خاطر انتم طلعتوا سراق وطلعتوا ناس مصلحجيه وناس ما عندكمش مله وما عندكمش دين اصلا. ربي حطيتوها على الناس يستنى شد الصف، استغفر الله العظيم، ناقل الكفر ليس بكافر. والرجال الشرفاء المحترمين اهل البلاد استعديتهم وصنعتوا منهم اعداء حقيقيين شرسين، واستثنيتوا كل الكفاءات وجبتوا تراطير وجهلة ناس مزورين للشهايد ومزورين للكينونة متاع الرجولة نفسه، مش مرجال. وقت يجيني انسان يتحدث باللغة نشوفها بالتلفزة لغة مش خشبية، لغة ترابية يعني ما لا تستقيم اصلا، يعني طوبوية ما في حد شيء، ما تستقيمش، لا يمكن تبني بها مفهوم منطقي يدخل المخ. وهذه تونس لا مازالت البر، المال اللي صرفناه على التعليم وقت اللي بورقيبة الله يرحمه بفعله هو رجل مشى على روحه، وقت اللي بناء التعليم وكذا ويقول بناء الدولة التونسية، الأمة التونسية كنسمها، حتى مش دولة فقط أمة، اعتبرنا نحن نختلف على كل الجيران وكل الناس وكل العرب وجميع العالم، وفعلا نحن نختلف وراء نختلف. وشوفوا طبيعة التونس تختلف، ما هو شوفينية ولا عنصرية، أنا نحترم الناس كله على رأس، لكن ثم خصوصية لهالدولة هذه أنها دولة رائدة وقائدة وعمرها ما كانت ذيل، ومش باش تكون ذيل، وخاصة ذيل للأنذيل والكلاب والضباع. وجيه في العفن هذا متاع اللي جاي بنهولي من وراء البحار، هذه عبادة تخالطوها، هذه عبادة تخالطوها وتمشوا تتسلفوا منها فلوس، حد قالكم برا تسلفوا بسم الله؟ أنتم تساسوا بينا وتاكلوا وحدكم، يا ولدي فيقوا راهو عيب، يعني انتم شادين الشوال تساسوا بفقرنا وتاكلوا وحدكم، تمشوا تعملوا مشاريع في البرازيل وهذا يا شو اسمه ابو صلع هذا. الواحد راهو ليس كل ما يعلم ويقال، وما زال عنا بعض الحكمة في اختيار الكلمة، ما تخلوناش نتقرعوا اللي عنا الكل.